معانا كمان النهارده على الهواء مباشره من مدينه العالمين الجديده. برحب بضيوفي وزمايلي من سي بي سي سفره اللي منورنا النهارده، ساندرا مكاري شيف بقناه سي بي سي سفره، وكمان اخصائيه تغذيه. اهلا بيكي، صباح الخير. منورانا. ثانك يو، ده بنورك. وكمان معانا شيف عمر اسماعيل من برضه شيف في سي بي سي سفره، وكان مقدم برضه حفل كايرو بايب او بايز باي ذا سي، لان احنا لسه بنتكلم ان هو كان اسمه كايرو بايز قبل كده. صباح الفل يا دينا، ازيك، اخبارك ايه؟ في البدايه خليني ابدا مع ساندرا. طبعا يا فندم، ليديز فيرست. فعاليه امبارح طبعا كانت فعاليه كبيره جدا، وناس كتيره كانت مبسوطه بيها، والاجواء كانت حلوه قوي، وخاصه بالمشاركين والناس اللي كانت موجوده. تفاصيلها ازاي تمت؟ وهي طبعا للسنه يمكن بقالها سنين طويله قوي كانت قبل كده كايرو بايتس. حقيقي بصي، احنا كسفره بنرتب للمهرجان الاكل ده، هو الاكبر في الشرق الاوسط، بقالنا شهور على الورق وكل حاجه متجهزه ومكتوبه، وكل شويه بيطلع افكار جديده، والحقيقه محدش بيستخسر فينا ان احنا ننفذ كل الافكار اللي بتطلع. مع تنفيذ الافكار ده ابتدت تتنفذ على ارض الواقع من شهر فات، واحنا بنسجل حلقات لبرامجنا كلنا كاشفات مختلفين في سفره في استوديو كبير اوبن اير في وسط الناس في العالمين الجديده هنا. كانت اكسبيرينس مختلفه عن تسجيل حلقات في البلاتو تماما، او عن الهوا حتى بتاعنا. عايزه اقول لك تفاعل الناس معانا، وان هم واحنا بنطبخ يدخلوا ويدوقوا ويتصوروا معانا، كان تجربه مختلفه جدا وفريده علينا من نوعها وجديده، فكنا مبسوطين قوي. والحقيقه كان الاحتفال الختامي بتاعها هو مهرجان الاكل امبارح في بايتس باي ذا سي. كنا عاملين اكلات من دول البحر المتوسط كلها، فكانت حاجه راقيه جدا، الناس كلها كانت بتدوق يعني تنفيذ ايدين الشيفات والمطبخ التحضيري بتاع سفره، كان حاجه كل يعني انا كنت فخوره بيها جدا جدا. طيب عمر، انت شفت ازاي الفعاليه امبارح؟ يعني انتوا كنتوا طبعا جايين بتحكوا لي ان الاجواء كانت جميله قوي، الجمهور كان متفاعل بشكل كبير. حقيقي بصي، كانت طبعا في اختلاف، احنا زي ما انت قلتي بنعملها في العادي في القاهره، السنه دي قررنا ان احنا ناخدها الدستنيشن اللي احنا بنعتبره دلوقتي هو يمكن الدستنيشن اللي بيحرك كل حاجه وكلنا بنتحرك ناحيته، حاجه مشرفه يعني. فاتنقل ليها الايفنت، كان زي ما ساندرا كده قالت، كان عندنا كذا بوث غير المين ستيج. احنا في العادي بيبقى عندنا ستيج واحد مين ستيج بنعمل عليه المسابقات، يمكن امبارح زودنا 6 بوث، كل بوث بيمثل بلد، وطول ما المين ستيج شغال في حد واقف في المين بوث بيتفاعل مع الجمهور وبيدوقهم اكلات البلاد المختلفه، فكانت اكسبيرينس جديده علينا وعليهم. اعتقد ايه البلاد اللي كانت مشاركه امبارح يا ساندرا؟ دول البحر المتوسط بقى، يونان، تركيا، مغرب، لبنان، اسبانيا، اسبانيا وايطاليا وتركيا. وتركيا بحكي بقول اكل تركيا برضو قريب من اكلنا طبعًا شويه. طبعا اكيد. الناس كانت متفاعله اكتر مع اني بوث من ال بصي ساندرا بقى تفيدنا اكتر، لان انا كنت على المين ستيج، انا كان امبارح شغلتي المين ستيج وساندرا بقى كانت هي متوليه حته ال مين اللي كان اكتر. عايزه اقول لك استغربت من حاجه جدا، انه في اكلات احنا مش متعارفين عليها. يعني مثلا البايايا من اسبانيا مش من الوصفات اللي بتتعمل كتير حتى في برامج الطبخ معانا، لان الناس جايه تقول طب هو ايه الفرق بين الرز ده والرز الصياديه بتاعنا؟ طب هو انتوا حاطين سي فود فوق ومأكولات بحريه، ايه الفرق بين ده وده؟ والناس متحمسه انها تجرب وعايزه تعرف وتشوف. وفي ناس لقيناهم بيقولوا ايوه انا شفت الشيف الفلانيه وهي بتعمل ده في البرنامج، فده تطبيق وصفه كانت لنا. الجمهور اللي بتاعنا متنور، جمهور السفره بتاعنا متنور. انا من الجمهور بتاعكم نفسي لما بكون قاعده في البيت بفتح سي بي سي سفره، فعلا اكلات بتبقى يعني جميله جدا. ممكن ما بعملش زي ما قلت لك منها كتير، لكن فعلا بتبقى يعني حتى زمايلنا هنا كانوا بتجوعونا يا جماعه يعني بجد. بس يمكن الميزه ان انت هتلاقي في سفره دايما احنا عندنا من اول الاكلات معقدة جدا اللي تصلح للفاين دايننج وان هي تتقدم في مطاعم عالمية، لحد ما حد بيعمل برنامج حد انا مثلا برنامج نقنقة بعمل الحاجات اللي للعزاب، الناس اللي ما عندهاش وقت، بيت بيشتغل فيه الراجل والست فما عندهمش وقت فنشتغل بسرعة، فقصدي كل حد مهما كان درجة ارتباطه بالطبخ او شطارته في الطبخ لازم هيلاقي في سفرة حد او برنامج ما بيخاطبه هو. اعتقد يعني مرة تدوق النقنقة اللي انت يلا بينا يلا بينا دلوقتي جدا عليه شوية جمبري وريب اي وبرجر. ده اليوم الفري، ده اليوم الفري. انا بحب الدايت بقى، هجيلك انا كل ايام فري الدايت عند ساندرا والتبويز عندي. ايوه ساندرا، انت بتقولي انت اصلا كمان يعني خريجة صيدلة، فانت بدأتي ان انت خدتي تغذية وبدأتي كمان في حب المطبخ، انت بدأتي حب المطبخ ده من امتى؟ بصي انا كنت اكتر جزء بحبه في الكلية في صيدلة هو المعمل،
خلاص، وما كانش في معمل لو بتشكي فيه الحاجة واقول لهم لو ممكن نغير كل الثيوريتيكال والحاجات الشفوي دي نعملها او الكتابة نعملها عملي وندخل معامل ونعملها بايدينا، هبقى اسعد واحدة في الدنيا. وبعدين خلصت وجبت ولادي ولقيت ان انا محتاجة اطبخ لهم اكل صحي، فانا مش عارفة اطبخ اكل صحي قوي لان انا متعودة عادي اكلنا لأهالينا نربنا عليه. فدرست تغذية، بعد ما درست تغذية لقيت الاكل بقى طعمه وحش قوي قوي مش عايزة اقولها بس يعني. فمفهومي من اللي قريته في الكتب هو ما قالش اطبخوا ازاي، بس اللي لقيته ممنوعات وحاجات مش حلوة ان احنا ناخدها طلع الاكل مش حلو. فابتديت اخد شورت كورسز كده لطبيخ واسافر اخد كورسز وارجع واسافر تاني واتعلم حاجات وارجع. بس انت طول عمرك فيكي اكيد موهبة، اصلا مش اي ست بتبقى حابة انها تاخد كورسز عشان تطبخ لأولادها. لا وكمان عايز اقولك ان بصراحة الحق يتقال، ساندرا زي ما هي قالت كده الاكل الهيلثي لقيت طعم وحش، ساندرا بجد الاكل بتاعها هيلثي وطعمه حلو جدا، ودي يمكن الادفانتج الكبيره. يا بصي يعني احنا بندوق اكل شهاده مبروحه زي ما بيقول لما في تصوير ورا بعض بنخش ندوق اكل بعض حقيقي. دايما بنعمل كده. فابتديت اطلع بقى بوصفات اللي هو هطلع التكنيكس بتاعت الاكل الصح اللي انا اتعلمتها صح واحاول اطبقها بمكونات صحيه، واكتشفت ان في حاجات من اللي بيقولولنا عليها مش صحية لا هي اكتشلي صحية جدا. ايوة زي السمنة البلدي وزي الزبدة مثلا، وزي الزبدة قالولنا طول عمرهم بلاش بعيدوا عنها. شوف انا قلت للجمهور هو تركية من الحاجات اللي هيلسي اللي انت بتعمليها، بس هو بجد فعلا الاكل الهيلسي زي ما بنقول هو يعني ما بيحسش ان احنا مستمتعين بيه، بس خلاص اصلا حتى معظم الفنادق والاوتيلز والمطاعم نفسها بقت بتقدم الاكل ده لان الناس كلها اون دايت دلوقتي. بالظبط، وكمان عشان فكره ان الهيلثي مش لازم يبقى حرمان ومش لازم يبقى ان انا استحمل طعم وحش ومش لازم ان انا افضل جعان، يعني انت ممكن تبقى فيري هيلثي وبتاكل وبتشبع وبتاكل اكل حلو، لكن مش لازم يبقى دايما فكره الهيلثي رايحه ناحيه الجوع. صحيح. يعني مش ده الكونسبت. طب والنقنقه بالنسبه لك ايه؟ بصي انا زي ما قلت لك انا لما جيت ابتديت البرنامج في سي بي سي سفره ساعتها كان مهم قوي عندي ان احنا نعمل حاجه مختلفه وجديده وحاجه زي ما قلت لك بتخاطب بقى الناس اللي هي في العادي ممكن تبقى مش غاويه طبخ قوي ما عندهاش وقت قوي. بالزبط. فبنشتغل دايما على الحاجات حتى لو الاكله نفسها ممكن تبقى وات ايفر تشيكن الفريدو مثلا لو هي بتتعمل بطريقه معقده بحاول دايما الاقي لها طريقه تسهلها في طاسه واحده الموضوع كله يخلص فما يبقاش عندنا حاجات كتير نغسلها فاهمه، المقادير ما نزودش منها قوي. انت اكيد الستات كلها بتحب تتفرج على البرنامج بتاعك كامل. يا رب اتمنى ناخد رساله من عمر ونقول للرجاله بقى تتفرج وتنفذ لان الموضوع طلع سهل اهو. ما بيقول لك انا بقدم للسنجل كمان اهو الرجاله السنجل بيعمل لهم الوصفات دي للسنجل والستات السنجل طبعا 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 يعني اكيد. طيب انت كنت متواجده في وسط الجمهور يعني عمر بيقول هو كان اون ستيج، مين اكتر حد من الجمهور لفت نظرك ان هو فعلا عنده معلومات وقدم حاجه فعلا استحق الجائزه اللي اخدها؟ بصي عايزه اقول لك اتخضيت لانه من اصغر المتابعات اللي جم سلموا علينا مثلا وقالوا لنا ان هم متابعينا بنوته جميله اسمها مثلا تارا امبارح عندها 7 سنين ولقيت سيدات جدود جايين يسلموا علينا وجدات ويشاركوا وصفات ويقولوا ايوه انا جربت ده لا انا جربت الوصفه دي وما زبطتش معايا جربت دي وزبطت. فاختلاف الاعمار كان مبهر بالنسبه لي انه احنا الشريحه العمريه اللي بتتفرج علينا كل العائله مش فرد واحد او مرحله عمريه واحده. لا واحنا فعلا الجمهور بتاعنا بجد يعني دايما جمهور سفره عشان بيتفرج على احنا 13 شيف في القناه فعشان بيتفرج على دايفرسيتي كتيره قوي في المعلومات اللي بتخش له ففعلا متعلم جدا عندهم معلومات يعني كل سنه بنبقى حاطين الاسئله وخايفين ان الناس تعطل ان انت مش متخيله كميه الناس اللي بتجاوب زي ما ساندرا بتقول من اطفال صغيرين لناس كبيره بيجاوبوا على حاجات مش سهله. انتوا بقيتوا جوه كل بيت مصري بجد والله الحمد لله ده نجاح كبير ليكوا بصراحه ويعني الناس كلها فخوره بيكوا. بس انا عايزه اعرف بقى ان هل فعلا كان امبارح في اكبر طبق كشري؟ امبارح كان في طبق كشري قد الترابيزه دي يا دينا. لا والله العظيم ده مين اللي عمله؟
انا وشيف توتا بنقدم مع بعض برنامج ترفيهي كل يوم خميس غير برامجنا الاصليه المشاغبات بتوعنا على طول في خناق نكش على طول. وبنتحدى بعض في برنامج اسمه بهارات وشغال من رمضان اللي فات وحقق نجاح مبهر لدرجه انه الجمهور هو اللي طلب مننا ان احنا نكمل فيه بهارات بعد رمضان وبقينا نقدمه كل خميس وعملنا دايما نطلع نتحدى بعض في وصفه واحده فينا تكسب والتانيه تجيب لها هديه. فامبارح احنا خلينا الجمهور هو اللي يتحدى بعضه وعملنا اكبر طبق كشري في العالمين الجديده والحقيقه التاكل الشعبيه المصريه الاولى احنا عملناه والناس طلعت تسابقوا المشاهدين والحضور اللي كانوا معانا مين هيعمل احلى صلصه ومين هيعمل احلى دقه وقدمناه وغرفنا منه للناس اللي حاضره واكبر طبق كشري تقريبا قد الترابيزه دي خلص ممتع جدا ده. وتوتا وساندرا طبعا تحياتنا لتوتا مراد جدا زميلتنا وصديقتنا لكن هم تحية. عشان عارفه لما يبقى في دايما كابل تلاقي الاثنين مختلفين جدا بس الطاقات بتتركب مع بعض فمن كتر ما عرفوش يعملوا ايه عملوا لهم برنامج مع بعض في الاخر حطوهم في حته واحده. تودا بتقدم نوعيات اكل شيف اكل معين مختلف عنك فانتوا علشان كده مصري اكل مصري ريحته عارفه ريحته اللي هي تبقى جايبه اخر البلاتو والطشه بتعوم كده على وش الطاجن وتاكلي الاكل وتحسي انت انا خلاص سعيده مش عايزه بس انت اكيد في يوم بتبقي نفسك تنام كلنا في يوم بنبقى نفسنا نروح ناكل من ايد توتا طبعا يعني طبعا يعني هو ممتع جدا الاكل ده ما شاء الله عندها سنس يعني احنا كلنا تقريبا عندنا الحته دي الحمد لله. انا مثلا بطبخ انا دايما بخش اعمل الريسبي وفي الكنترول هم اللي يشوفوا انا استعملت قد ايه فيحطوه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوصفه في الاخر انا في حته السنس فتوتا برضو من الناس اللي بصراحه عندها سنس قوي مش في الطبخ مش بالمقادير اللي هي بالظبط لكن فيه وفي لا انا قصدي اقول ان هي بتبقى المتعه اكتر في المطبخ مش ان انا احسبها بالمعلقه لو انا بطبخ كده بصراحه انا بطبخ كده زي اي حد في البيت بدوق في كل خطوه وانا يعني انا بقلل مفيش مشكله يعني انت كمان كده بصي انا كده في البيت بس في البرنامج علشان الوصفات اللي بعملها عشان الناس تعمل وعشان كمان هي مش الكيكة العادية اللي كلنا عارفينها اللي هنعملها بالويم يعني ساعات الجرامات او المعلقة الصغيرة بتفرق فيها فبحاول ابسط الموضوع بالذات في الخبز صح بالذات في اي حاجة فيها بيكنج حقيقي يعني. بالذات الخبز الصحي اللي هو فيه بدائل حضرتك بقى بيعملوا كيك بدقيق شوفان حضرتك يا فندم بشوية وهتعمل لنا كيكة كيكة خيار يعني خلاص احنا دخلنا في الحتة دي يعني مرة كنت عاملة عيش من غير دقيق خالص فاكرة كايزر فبعدين رحت لما خلصنا رحت ادوق زمايلي في القناه فهم بيقولوا لي اوكي عيش ظريف ايه الجديد يعني قلت لهم ما هو ده بقى من غير دقيق قالوا لي نعم طب كان ايه بقى حاجات زي دي استعملنا في اليوم ده قشور السيليوم وهي ما كنتش اعرفها قبل الحلقه اصلا كنت اعرف قشور السيليوم قبل ما بدات اون نايت كنت فاكرها حاجه في الشامبو يعني عايزه اقول لك ان احنا خبزنا بيها طلعت بقوام العيش وعملنا رغيف كده كايزر هي بتتاخد في البرجر ده بتنفخ بس هي عرفنا نطلع منها قوام عيش وخلطناها بجبنه قريش وببيض وطلعنا منها منتج هما وهما بياكلوه ازاي يا ساندرا ده من غير دقيق ده اللي انتي مطلعاه بقى فين الدقيق بس خليني اقول لك يا ساندرا برضو الاكل الصحي الهيلثي ده بيكون برضو مكلف شويه يعني مش اي حد يقدر يجيب قشور سيليوم صدقيني مش كله يعني جاي مكون صادفنا انه قشور سيليوم ولكن الفول صحي العدس صحي الحاجات دي بروتينات نباتيه حلو ان احنا نعتمد عليها كمصدر للبروتين النباتي 3 4 ايام في الاسبوع صح صح بالعكس الاكل الصحي بياخدنا في اتجاه انه ناكل الاكل زي ما ربنا خلقه كده الخيار والفاكهه والخضار يعني الكشري صحي يا ساندرا انت عارفه ان الكشري بيقولوا عليه ان هو اون دايت ممكن تاكليه لانه صحي عارفة جدا كده؟ يعني بليز اتفضل الكشري كفكره ممكن ممكن يخش في دايت وصلحي لو انا غلطان المشكله هو في الاديتيفز بقى بيتحط عليه ايه واللي بيتحط عليه ده بيتعمل ازاي وزي ما ساندرا بتقول هو احنا مثلا عندنا مسكونسبشن عندنا فهم مفهوم كده خاطئ ان فاتس ميك يو فات ان الدهون بتتخن ودي حاجه مش حقيقيه لكن الدهون لما بتخش الجسم مع الكربوهيدرات ساعتها بتتخن بس لو خدت ده لوحده او خدت ده لوحده مش بيعملوا الايفكت زي السكر مع الكربوهيدرات برضو هو بيتخن جدا هو بيتحول فهي حاجات بتتقابل جوه الجسم هي اللي بتعمل لنا المشكله مش المشكله في الحاجات نفسها ما هو الكشري وما تاكلش بالدقه والصلصه ما دي بقى المشكله ما هو ده بقى اللي بنعمله بالهنا والشفا ان احنا بنعمل اطباق كشري داي يعني ايه دايت يعني سعراتها اقل من العادي بكتير بنقلل النشويات فيها بنزود البروتينات النباتيه زي الحمص والعدس البصل بنحطه في الفرن مش هقول لك قلايه هوائيه بنعمل حاجات كده بسيطه الصلصه نعملها القلايه الهوائيه دي في حد
عملها اشتراها وحاول يدبس الناس كلها فيها. يعني هي والله يعني بحس ان هي يعني ايه ما في بدائل ليها كتير، ليه لازم كل الفرن. بيت دلوقتي يبقى الفرن. لا هي على فكره هي مش جديده، هي كان في زمان لو فاكره اللي هي كان اسمها الاكتي فراي اللي كانت بتلف. الكونسيبت ده بقى له كتير بيتطور يعني بقى له كتير بيتطور. واحده انا ممكن اعمل ده على فكره في الفرن عادي. انا على فكره بشتغل كل ده في الفرن لانه طعم الفرن احلى منها والله. صدقيني انا مدركه انه مش كل البيوت هينفع تجيب الاير فراير. وانا شخص لما الاير فراير بتبوظ حياتي ما بتقفش عادي، بشغل الفرن وبكتشف انه ايه ده، طب الاكل بيطلع اهو اهو عادي. الكميات بتبقى اكتر في الفرن يعني لو احنا هنتكلم بقى على ستات بيوت بتحسي انت بتعملي الكميه اكبر شويه في الفرن عن ما بتكون جوه القلايه الكهربائيه. طيب ايه اللي حسيتوه مختلف في بايتس باي ذا سي مختلف عن كايرو بايتس في النسخ اللي قبل كده؟ اولا الناس كانت لابسه شورتات امبارح ودي حاجه احنا مش متعودين عليها خالص في القاهره، ده في العادي ما بيحصلش. لا بس كان في نوع من البهجه، الناس نفسها المكان جديد عليها فداخله بتتعرف على المكان. المكان ما شاء الله كان واسع جدا عن الفينيوز العاديه، كان واسع جدا عن العادي، فكان واخد يمكن الشكل كان شكل اكتر مفتوح. الستيج اللي كانوا عاملينه اللي اتعملت فيه الحفلات بعد ما خلصنا كان ستيج مهول حاجه يعني اكتر من مشرفه. ستيج اول ما دخلنا مرعب، شكله مرعب من كتر ما هو كبير، وهو كمان جداً معمول جداً بتقنيه يعني اضاءه مختلفه وساوند مختلف، فهو طبعا مبهر جدا. فالناس الناس اعتقد كانت عاجبها الديستنيشن الجديد، يمكن عشان لسه اول سنه نعمله هنا، فيمكن بقى لما كمان السنين الجايه نكمل من هنا نزود بقى افكار جديده ان شاء الله. عارفه المود بتاع احنا مسافرين هو كان المود كده، احنا بنصيف في الساحل. وجود الناس في مدينه العالمين الجديده وانبهارها بالطبيعه الخلابه اللي حوالينا في كل حته مخلي وهم جايين هم مبسوطين من قبل ما اي حاجه لذيذه تحصل. فمع وجود الفعاليات اللي حاصله كان في يعني سعاده عارمه في المكان. يعني اعتقد كل الناس حاسه بالكل اللي احنا كلنا حاسينه، فكره الفخر ان احنا بقى عندنا ديستنيشن زي ده بالسرعه دي بالكفاءه دي طبعا. فيعني مجهودات فظيعه معموله، كمان الشركه المتحده مجهودات فظيعه اتعملت لتغطيه المهرجان ده من الاول. زي ما ساندرا بتقول احنا مش احنا بس، احنا تقريبا معظم قنوات المتحده كلنا بتعرض كلنا بنعرض من العالمين، بقالنا داخلين في شهرين دلوقتي بالزبط. فطبعا تغيير قوي من الاستوديو برده بالنسبه لنا. بص احنا قاعدين في الهواء برده والميه غير قاعده الاستوديو برده بصراحه يعني. كمان جو الهواء والبحر والجو هنا ممتع جدا عن القاهره، مش اللي احنا متعودين عليه هو بصراحة يعني يخلي كمان عندك طاقة إيجابية إن أنت تشتغل بحب وفرحة طبعا جدا طبعا. ساندرا إيه اللي شايفاه ممكن هنا في بايتس باي ذا سي عايزة السنة الجاية يبقى موجود أكتر؟ نفسي الصيف ناخد أجازة صيف 4-5 شهور كده، فمهرجان العالمين ده يطول معانا 4-5 شهور لانه فعلا الطبيخ في وسط الناس والتفاعل معاهم اليومي، وانت بتصوري حلقه يعني احنا بنطلع هوا، اطلعي هوا زي ما تطلعي والناس تشارك بالتليفونات مختلف تماما عن ان انت تشوفيهم بقى وجها لوجه كده وييجوا يتفاعلوا معاكي ويوقفوا التصوير وتلاقي انه لا اتفضلوا ادخلوا معانا في الحلقه ونتصور قبل وبعد وناس تيجي تقترح عليكي تقولك انا نفسي اشوفك وانت بتعملي الوصفه الفلانيه. فالفعاليات اللي حاصله انا ما كنتش احلم بيها بمنتهى الامانه طبعا. فحدوثها بالنجاح ده يخليني عايزاها تحصل مده اطول يمكن السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. وانت يا عمر؟ والله زي ما ساندرا بتقول عايزين المده تطول، مش بس في الايام لكن كمان في عدد الساعات. يعني احنا بنبقى عايزين نكمل اليوم كله. الناس زي ما بقول لك، جالي واحد حد مثلا امبارح ولد جميل جدا، مامته بتقول لي هو على طول بيتفرج عليكم، هو حاطط قدامه تارجت ان هو يدرس الطبخ وينضم لكم في يوم من الايام. الله ده يعني ان شاء الله بجد ربنا يسهل. بصراحه حاجه الحاجات دي انا بتاثر بيها جدا، وانا كمان عشان انا برنامج مسجل فعلا بتقدم حاجه الناس بتستفيد ليها 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 قيمه بالظبط. وانا كمان عشان برنامج مسجل مش هوا فده اليوم الوحيد في السنه اللي انا بيبقى عندي تفاعل دايركتلي مع الجمهور انا حتى ما باخدش مثلا مداخلات في البرنامج. فده بيبقى تقريبا اليوم الوحيد اللي بقدر اتفاعل فيه مع الناس. لكن عايزين كمان نزود بقى، يبقى اكتر من ستيج، يبقى اكتر من مسابقه، عايزين نكبر الجوائز للناس طبعا. عايزين طبعا عايزين نعمل حاجات كتير جدا، برضو مش 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 دول معينه، ممكن دول كتيره جدا ودول مختلفه احنا مش متعودين عليها برضو. يعني الاكل الاسباني والايطالي والحاجات دي موجوده في مصر احنا بنشوفه كتير، والتركي طبعا واللبناني وغيره، لكن محتاجين يدخل مطابخ جديده علينا. احنا بنجيب رجلكم بقى الاول عشان تيجوا وبعد كده هنفرجكم كل حاجه. احنا بنحب دايما الحاجات المختلفه والغريبه، لكن مش بنبقى عايزين برضو ندي للناس
عارفه شوك كده مره واحده من الكشري ينط لحاجه مختلفه بس خالص. انا عايز اقول لك ان شباب وجيل اليومين دول مش احنا اللي بعدينا بقى اللي هو اللي هو الزي اللي هو زي اللي هو بيقول عليه دلوقتي زي دول بيحاولوا يكتشفوا مطابخ جديده واكل جديد خالص على اللي احنا متعودين عليه. حتى اللي احنا شايفين ان احنا ايه ده احنا بقينا نعرف السوشي والحاجه لا هم حاجه تانية خالص دخلوا في حته ثانيه بالنسبه لهم وادمت خلاص. انتوا نورتونا النهارده وانا سعيده جدا بوجودكم معانا بجد ونتمنى التوفيق دايما لبايت بايزا سي وان شاء الله كل سنه نكون مع بعض هنا في مهرجان العالمين بتقدموا حاجه مميزه وحلوه وفيها فرحه وتفاؤل لكل المصريين. شكرا جدا يا دينا وبجد تشرفنا بيكي وتحياتنا لجمهورك. وعايزين قبل ما نختم اعتقد عايز نوجه شكر كبير قوي بجد لكل القائمين على المهرجان, كل القائمين على مهرجان العالمين, وكل طبعا الناس اللي عندنا في سفرة سبيشالي الناس اللي ورا الكاميرا. عايزين برضو نبعت لهم تحية كبيرة جدا في كمية تشتخيلها دينا الشاف اللي واقف قدام الناس في البرنامج وراه تقريبا 30 بني ادم شغالين زي خليه النحل بجد كده. هم هنا موجودين من امبارح طبعا طبعا ما نقدرش نعيش من غيرهم يعني فهم فعلا مجهودهم كبير جدا لا يقارن باللي احنا بنقوم بيه بس كل يعني التحيه ليهم. في جنود مجهوله كتير قوي خلف الكاميرات طبعاً. علشان المهرجان يخرج بالصوره دي كل برامج الشركه المتحده خدمات العالميه من كل القنوات تخرج بالشكل المشرف ده فهم بجد تحيه ليهم كبيره وانا بشكرك على التحيه دي ليهم بجد. شكرا. احنا متشكرين يا زينة جدا فرحانين جدا جدا بوجودنا معاكي النهارده اتشرفنا بوجودنا معاكي وانه بنتشارك مع الجمهور بتاعك ومبسوطين جدا بوجود سفرة تحت رعاية المتحدة في العالمين الجديدة في بايتس باي ذا سي. النجاح اللي شفناه يشجعنا نشتغل يعني بكل حواسنا لغاية الصيف الجاي ما نقابل الجمهور تاني ونحقق نجاح تاني معاهم في بايتس باي ذا سي. نورتوني النهارده وانا اللي سعيده اكتر بوجودكم وسعيده بالطاقه اللي يمكن ايجابيه جبتوها لنا معاكم من امبارح لحد النهارده. انتوا لسه عايشين في الاجواء وفي الفرحه دي بجد. نورتيني ساندرا ماكاري شيف بسفره وكمان اخصائي تغذيه, شكرا ليكي نورتينا. عمر اسماعيل شيف بسفره وان شاء الله نشوفك كده متالق دايما في نقنقه وغيرها باذن الله. شكرا لكم.